السلام عليكم. ان شاء الله النهارده نشرح المقص المشرشر، وده بيستخدموه في رجل بنطلون القماش بدل ما بيسرفلوا رجل البنطلون. وفي بعض الناس بتحب تستخدم المقص ده بدل السرفله، يعني لو عندهمش سرفله ولا حاجه بتستخدمه بدل السرفله زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده هو قص على هيئه سبعات. ده كده السبعات دي يا جماعه، لما السبعات دي ما بتخليش القماش ينسل او يطلع وبره، القماش ما بيخلوش ينسل او يطلع وبره. الرجاله الترزيه الرجاله على طول بيستخدموه في بنطلونات الرجالي، في رجل البنطلون الرجالي، وفي ناس كتيره بتستخدمه بدل الاوفر. دوت اسمه مقص مشرشر بالشكل ده كده. ده مقص مشرشر بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده كده. وزي ما قلت لكم هو بيقص، ثواني معلش عشان دي قطيفة، بيقص فيها معلش عشان انا ماسك الكاميرا فمش عارف اظبط القصة بايد واحدة. زي ما انتم شايفين بيبقى مشرشر بالشكل ده كده، بيبقى بديل للاوفر في بعض الاحيان، وخاصة بيستخدموه الرجالي في البنطلون الرجالي وفي البدلة. اهو زي ما انتم شايفين شكله، ودي السنان بتاعته. شكرا.